اخر نوع ليه في الهوست، اتكلمنا في السيلف هوستنج واتكلمنا في الويندوز سيرفيس هوستنج، فاخر نوع من الهوستنج عنده الاي او اس هوستنج. طيب فانا كل حكايه ان انا هاجي اقول رايت كليك كده اد نيو ويب سايت، تمام اد نيو ويب سايت. طيب الويب سايت بتاعك هيكون عباره عن ايه؟ اتاكد ان انت حاطط الويب سايت ده على اللوكيشن بتاع مين؟ برودكت دبليو سي اف سيرفيس على نفس السوليوشن، وهقول براوز هتدور على السوليوشن بتاعتك اسمها بروجكت دبليو سي اف سيرفيس او برودكت دبليو بي اف سي سيرفيس، حطها هنا قول له اوبن، تمام. طيب هتسمي الويب سايت ده ايه؟ فانا اقول له انا هسمي السايت ده ايا كان، هقول له مثلا برودكت دبليو سي اف اي اي اس هوست، تمام كده، واقول له اوكي. هيبدا يطلع لك ادي سيرفيس ايه، تمام. هيطلع لك تو كلاسز، طبعا انا مش عايز الكلاسز دي لان الكلاس بتاعت السيرفيس بتاعتي موجوده فين؟ موجوده اصلا في البرودكت دبليو سي اف سيرفيس از ا بروجكت او كلاس لايبرري اللي كانت موجوده دي. هتشيل التو كلاسز دول، اقول له ديليت، تمام كده. انت كل ما عليك هتضيف ريفرنس اللي موجود في الدبليو دبليو سي اف سيرفيس، هتيجي تقف على يور بروجكت وتقول له رايت كليك اد نيو او اد ريفرنس، اد ريفرنس، الريفرنس بتاعك الموجود في سوليوشنز اللي كانت موجوده في برودكت دبليو سي اف سيرفيس، تمام. قول له ايه؟ اوكي. هيضيف لك الريفرنس ايه؟ ادي الدي ال اي بتاعتك موجوده في حاجه اسمها بين، تمام. عندك اليو ار ال احتفالنا وانت تهوست حاجه على الاي اس فهو عباره عن يو ار ال، تمام. فاللي هيظهر لك في اليو ار ال هتلاقي فايل مهم جدا، الفايل ده اسمه ايه؟ سيرفيس دوت اس في سي، تمام. سيرفيس دوت اس في اس في سي، عايز تغيره بتغيره، تقدر دلوقتي تقول له ايه؟ رينيم، تمام، وتسميه مثلا برودكت سيرفيس او برودكت سيرفيس، تمام. هيجي يسالك هنا بقى على السيرفيس بتاعتك اسمها ايه؟ السيرفيس اللي انت سميتها اس دبليو سي اف اي هوست اللي كانت موجوده هنا دلوقتي اللي اسمها برودكت سيرفيس، فانا اقول له السيرفيس بتاعتي فاسمها برودكت سيرفيس. هيقول لك هي لها كود بيهايند، قول لا مالهاش كود بيهايند، فانا هشيل اي كود بيهايند اللي موجود ده لان اصلا مالهاش كود بيهايند، الكود بتاعي كله متخزن في الدي ايه؟ في دي الفايلز دي، تمام كده. فانا كده جهزت اللي هيظهر عندي فين؟ في اليو ار ال اللي هي برودكت سيرفيس. زي ما انت عملت كونفيجريشن للسيلف هوستنج والدبليو سي اف سيرفيس، فانت هترجع برضه تاخد في الموجود في الاب كونفيج ده كوبي، هتلاقي فايل مهم جدا، الفايل ده موجود عندك اسمه ايه؟ دبليو بي اف دوت كونفيج، افتحه كده قول انا مش عايز الحاجات دي كلها، كنترول في، تمام كده. لغايه دلوقتي بتجهز الداتا كلها هتتحط عليه على السيرفر، تمام. قول له كنترول شيفت بي، قال لك بيلد سكسيد. طب انت عشان تحط الداتا على السيرفر فانت هتروح تفتح حاجه اسمها اي اي اس، الاي اس ده بمثابه سيرفر تهوست عليه الويب سايت بتاعك، تمام. هتفتحه ازاي؟ هقول له اكتب فران كده اي نت مانجر او ام جي ار، هفتح لك اي اس، تمام. عايز تهوسته بقى تعال على حاجه اسمها سايتس، تمام. اقف على سايتس دي كده او اقف على ديفولت ويب سايت وقول له رايت كليك اد ابلكيشن. عايز تحط الياس للنيم ده حط الياس، يعني الياس للسايت اللي هتهوست على السيرفر، فانت ممكن تقول له مثلا برودكت اي ويب سايتس عامه برودكت دبليو سي اف، انا كنت شرحت اسمي ده كده، انا كنت بشرح هنا ده، انا مش فاكر، انا مش والله ده كويس معاك فيديوهات، تمام. هسمي ايه؟ مش فاكر والله، تمام. فانت عايز تسمي الالياس ده ايه او الالياس للابلكيشن ده موجود، ممكن تقول له مثلا برودكت دبليو سي اف سيرفيس مثلا. هيقول لك فين الفيزيكال باث، فين الفايل اللي انت عايز تعمل لها هوستنج، قول له ايه الفايلز موجوده في ماي دوكيومنتس في فيجوال ستوديو 2012 في يور بروجكتس، تمام.
على حاجه اسمها برودكت دبليو سي اف سيرفيس، كان اسم الويب سايت برودكت دبليو سي اف اي اي اس هوست، قول له اوكي تمام. وبعد كده قول له ايه اوكي، بقى الحاجه موجوده ايه برودكت دبليو سي اف سيرفيس. ساعتها كنت تقدر دلوقتي تيجي كده على فيجوال ستوديو، تعالى اقول له كده فيو ان براوزر عندي configuration element، في حاجة عندي فين بقى white service attribute value on service host. ماشي، انا كل حكاية بس ان انا كنت زي ما اقول لك كنت مخزن ال service بتاعتي اللي كانت فين، فهو بيسألك فين السيرفيس، فمخاف برودكت دبليو سي اف سيرفيس اللي هو كان اكستنشن بتاعي، لان انا كنت روحت الاب كونفيج كده فادي النيم بتاع السيرفيس بتاعتي اللي هي برودكت دبليو سي اف سيرفيس دوت اي برودكت سيرفيس، فانا خدتها وحطيتها في الفايل الاس في سي تمام كده برودكت دبليو اف سيرفيس دوت اي برودكت سيرفيس. حاليا ما كنت جيت تعالى اقول له رايت كليك فيو ان براوزر، كنت ساعتها انت تقدر تشوف السيرفيس بتاعتك فين اهي، ده اليو ار ال اللي هتقدر تستخدمه بعد كده عشان تقدر تشوف الكلاس وتقدر تشوف ايه الفانكشناليتي بتاعتك. يعني ساعتها كنت تقدر تقول له كده رايت كليك كوبي، تاخد ده كده وتروح الفيجوال ستوديو وتقول له انها مثلا هات سيرفيس ريفرنس، وتعال قول له كوبي كده او تعال قول له بيست بقى وقول له جو، فهتجيب لك ايه البرودكت سيرفيس في الفانكشناليتي بتاعتك، وهتمشي نفس الكونسيوم اللي احنا عملناه في ايه في كل حاجه. ها حد عنده سؤال؟ خدنا ثلاث انواع من الهوستنج، خدنا نوعين من السيرفيسز تمام، خدنا اهو ازاي نعمل بيلد لاب سيب سيرفيس، ازاي نعمل لها هوست باكثر من نوع، اي اس هوستنج ويندو سيرفيس هوستنج وسيلف هوستنج. حد له سؤال في الثلاثه دول؟ حد له سؤال في الدبليو سي اف؟ حد له سؤال في الدبليو سي اف؟ ايه انا فاضلنا اهو. طيب حد له سؤال في الدبليو سي اف؟ مهم جدا يا جماعه والله، انا يعني مش يعني الكلام ده مش بشرحه ضايع في وقت عشان هي حاجه مهمه جدا لا يخلو شغل، لو الناس هتيجي بعد كده تروح تتعامل مع